يا مساء الورد عليكم، أبي أوريكم شيء. شوفوا، وأخيراً وصل. أكيد أكثركم أنا واحدة منكم. أنا دايماً أقول أن كل شيء أحب أختاره في بوتيكي أو أنا بشكل عام في حياتي لازم يكون مختلف. طبعاً وصل البيبي ليس اللي هو من غير واير بس يتجرج. تذكرون موضوع دخوني؟ أكيد كلكم استفدتوا منه. ومن شركة بلمة العالمية، شوفوا طبعا من هني يتشرج، بعدين ينفتح عشان تستخدمونه، بعدين بس تقون هاي الحبة تفتحونه أون، تقون هاي الحبة ميديوم أو هاي اللي هو أحمر يعني عالي وايد حق الشعر اكسلوسيف ومن بلمة. الحين هذا الجهاز حصري في بوتيكي فري يعني وايرلس فير حق الشعر، ومقاسه وايد حلو، تحطونه حتى في الشنطة رايحين حفلة، رايحين عرس، رايحين طالعين معزومين، شعركم من الحر شوية اخترب مثل شعري طبعا. هذا اختراع صراحة رائع. طبعا تخلصون تسكرونه، يتسكر اوف من هني، سكرت اون اوف، هذه يبين الشارجر ايش كثر، وهذا لو ميديوم او هاي يعني واطي وسط او عالي. بعدين من هني هو الحين مفتوح، من هني يتسكر عشان يصير لوك رائع. وطبعا لازم فيه، انا دائما لازم فيه فنتق اللي هو الكيس اللي هو بينحط فيه، طبعا هذا فيه اوراقه تحطون فيه البيبي ليس داخل وتشيلونه معاكم. لاكجوري وايد حلو، بل ما دايما مبدعين، طبعا شركة عالمية وعريقة، تضمنون ان كل شيء وارنتي وكل شيء عليه ضمان. مبروك على اللي بياخذونه لانه it is very limited، وان شاء الله يعجبكم تستخدمونه، وان شاء الله كل البنات اللي يشوفوني يقولوا لي it's amazing، لأن أنتوا أميزينج. أنا ما أحب أنزل لكم إلا كل شيء أميزينج. الحين حطيت الشارجر، وفي يجون معاه كذا حق كذا مكان حق أي بلد تسافرون فيها يستخدمون كذا شيء، حتى لو بتروحون أمريكا. معاه كل شيء والشارجر حقه، وهذا الصغير كل أنواع في شيء وايد مهم حق الاستريتنر حق البيبي ليس هذا، انه مش بس حصري في بوتيكي، هذا في كل العالم ما عاد موجود غير في بوتيكي على مسؤوليتي. طبعا تعرفوني لما اقول شيء اقول الصدق. هذا الاختراع عجيب عجيب عجيب.